تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، تزامنا مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر في تنفيذ برنامج عملها. أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن الوزارة مستمرة في توزيع الوحدات الجاهزة بمشروع مدينة خليفة الإسكاني وتسليم المفاتيح للمواطنين المستفيدين على دفعات. وقال الوكيل إن قسم إدارة الممتلكات الإسكانية كثف استعداداته للبدء في تسليم مفاتيح وحدات مشروع مدينة خليفة، حيث قام القسم بالتأكد من أعمال الصيانة على جميع الوحدات والتأكد من جاهزيتها تمهيدا لتسليمها للمستفيدين وتزويدهم بشهادات الضمان الخاصة بمكونات الوحدة السكنية وفقا لما هو متبع في إجراءات التسليم. وأكد أن مشروع مدينة خليفة يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25000 وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة المنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية، مؤكدا أن توالي توزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج. وأضاف الشيخ عبد الله بن أحمد أن هذه المدينة تعد خير شاهد على النهج الجديد في تصميم المدن الإسكانية من حيث النمط المعماري والوحدات السكنية وتخطيط الطرق ونظام المواصلات وجودة المرافق والخدمات الشاملة كالمراكز والمجمعات التجارية والمنشآت الصحية والأندية والمراكز الشبابية. أوجه شكر للقيادة الرشيدة لجلالة الملك وسمو ولي العهد ورئيس الوزراء، وصراحة شعور ما ينوصف الواحد يعني عقب هالفترة الطويلة. الحمد لله استلم الوحدة السكنية وجزاه الله خير سمو ولي العهد، سرع في الإجراءات، إجراءات تسليم بيوت مدينة خليفة، وصراحة مدينة نموذجية وبيوت موجب ما تشوفون يعني من أحسن ما يكون. الحمد لله اليوم استلمنا الوحدة السكنية في مدينة خليفة، مدينة تحمل اسم عزيز علينا اللي هو سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. والحمد لله يعني مشروع أنا أشوفه في منطقة جميلة. أشكر وزارة الإسكان على جهودهم في بناء البيوت والوحدات السكنية اللي إن شاء الله تكون منطقة جديدة لنا كلنا. صراحة على اليوم فرحتنا فرحة فرحتين، تسليم الوحدات وشفنا الوحدة الحمد لله رب العالمين اطمئن عليها، ما فيها أي شيء وما أي قصور. بهالمناسبة نحب نشكر قيادتنا الكريمة متمثلة في جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد، ونحب نشكر وزير الإسكان على الجهود الصراحة، لأن أنا بنفسي شفته بروحه يعاين ويروح السايتات بنفسه، صراحة يعني جهود يشكر عليها. ما ننسى وزارة الإسكان من أكبر موظف لأصغر موظف. شكرا بابا حمد على البيت الوحدة السكنية.